كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات. لذا فإنني أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيداً كي تهب لنا الأمان والوطن. وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، وتحية لكل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها، كل في موقعه كان بطلاً من أبطال هذا العقد الفريد